اسود. ايه في ايه؟ الساعة بقت كام دلوك؟ الساعة 2 الا ربع. انت وراك حاجة؟ ورايا حاجات كتير قوي. اصلك مش فاهمة حاجة. وانت هتخلع ولا ايه؟ اخلع ايه بس؟ ابويا وامي قاعدين عند عمي، ولو اتأخرت هخش في سين وجيم. قول لهم كنت في الهرم. في الهرم؟ طب ما قول لهم كنت في الملاهي احسن. طب ما انت شاطر اهو. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ اسميه ايه ده بقى؟ سميها زي ما تسميها. بقول لك ايه؟ هات الفلوس. لا هات ايه؟ عيب. احنا اللي حصل جوا بينا ده كان محبة. ده انا كنت حاسس ان انا وانتي سمر ومهند. نعم يروح امك. روح امي؟ اخص على كده. تصدقي ان انا غلطان ان انا رجعت لك تاني؟ ده انت ولا العشق الاسود يا شيخ. سلام يا سمر خانو. واطي وابن كلب. انا مش عايزه اسمع منك ولا كلمه. انا عايزك تقعد بقى كده وتصحصح لي وتفوق لي على الاخر. عايزك تبقى مبسوط عشان عندي خبر حلو عايزه اقوله لك. خبر ايه اللي حلو؟ ساعة ما نزلت البلد الاخبار السوداء نزلت لف على راسي. ايه دي؟ انت عارف شكلك كده حلو قوي. انت الوحيده اللي محسساني اني لسه في الرجل. انت حيت بس ما كنتش لازم تدلع البلد. لا بقى كان لازم. لا بقول لك ايه بقى، مش عايزنا نعرف بعض. ازاي بقى؟ طب ده احنا عمرنا ما هنسيب بعض بعد كده. ايه مالك انا ده؟ مش على بعضك. في حاجه عايز اقولها. انا حامل. حامل يعني كيف؟ مش فاهم. حامل يعني حامل، يعني بيبي بامبينو صغير، يعني واق، يعني مين هو يا حبيب ماما وبابا. حامل قوليها تاني كده عشان انا مش فاهم. انا حامل منك يا حيد. تقول ايه يا بنت الرافه دي؟ انا قلت حاجه غلط؟ كل كلامك غلط. انا قلت ان انا حامل منك، ايه الغلط في كده؟ ايوه عشان كده دليتي على البلد. ايه عشان تشوفيني؟ ايه كنت فاكرك مش قادره على بعادي. انا بحبك يا عبد الحكيم ومش عايزه حاجه غير ان انا افضل جنبك على طول. انا كل اللي طالباه منك انك تعترف بس باللي في بطني وبعديها تسافر وتسيبني هنا في مصر. وقت ما تحب تيجي تعال، انا هسيب كل حاجه عشان خاطرك. اه عشان كده لعبت عليها الملعوب يا بت. اه كانت لعبه، بس بعد ما عرفتك عرفت اني مش هعرف راجل تاني زيك. كان كل همي ان انا افضل جنبك، اعمل اي حاجه عشان افضل معاك على طول. انا اتعمدت ان انا ابقى حامل منك علشان محتاجه لك. انا عمري ما اي حد عاملني كويس، عمر ما حد حس بيا ولا حسسني ان انا بني ادم. انا عارفه اللي بيدور في دماغك كويس، بس انا بقول لك اهو، انا هفضل قاعده في الشقه دي عمري ما هخرج منها، بس بشرط تفضل قاعد معايا على طول، انا وانت وابنك. نعم. تفتحيش على طول ليه؟ نايمة على ودانك؟ خير، ايه اللي حدفك عليا؟ عايزك في كلمتين. كلمتين؟ مال
ماليش مزاج اسمع كلام منك. وبعدين كلمتين ايه اللي انت جاي تقولهم لي دلوقتي؟ كلمتين مهمين يا روح امك. ما بلاش نغلط في بعض احسن. انت دلوقتي ما تعرفنيش كويس. انا ممكن اسجنك اوديك ورا الشمس. انت ما تعرفش ندى بقت ايه. ما انا جاي لك عشان كده، عشان اقول لك ما تلعبيش في ملعب مش بتاعك. اللي هو ابوي. عبد الحكيم، يا لهوي. اصلا انا لما بسمع اسمه جسمي كله بيتكهرب. اصل عبد الحكيم ده ما فيش زيه. عبد الحكيم ده من الرجاله اللي الست تحب تموت نفسها عليه. هو في حنيته ولا في رجولته؟ مش زي ابنه. ابعد عنه، مالكيش صالح بيه. ابعد ده ايه؟ انت عارف انت بتطلب مني ايه؟ انت اكنك كده بتقولي روحي موتي نفسك، ارمي نفسك من الدور العاشر على الاسفلت. لا طبعا. كنت جايه البلد تعمل ايه؟ جايه اطمن عليه. عرفت انه تعبان، قلت اروح اطمن انه بخير. طب عليا النعمه. اوعى تحلف، لاني مش هنفذ حاجه من اللي انت بتقول عليها. واتفضل يلا من غير ما ترد. عارفه لو ما بعدتيش على ابوي انا هقتلك. انت فاهمه؟ هقتلك. كان لازم اموت نفسي يعني عشان تيجي؟ ندى، عايز ايه تاني؟ عايز تتاكد ان اللي في بطني ده يبقى ابنك؟ خلاص يا سيدي، نعمل تحليل وساعتها تعرف بقى اذا كان اللي في بطني ده ابنك ولا انا كدابه. مش عايز تعرف انا ايه اللي حصل لي اليومين اللي فاتوا دول؟ انا كنت بحاول اسقط نفسي. تقولي ايه؟ كانش لازم تعملي كده؟ هو ايه اللي ما كانش لازم؟ انت عايزني اعمل ايه يعني؟ عايزني اقول ايه للناس؟ عايزني اجيب عيل يقولوا عليه ابن حرام؟ حاولت انزله باي شكل ما عرفتش. هو بقى اللي مش عايز ينزل. ما كانش فاضل غير ان انا موت نفسي. لا ما تعملش كده تاني. الواد ده لازم يجي للدنيا.